بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين قناة حمام تي تي في، مرحبا بكم. اليوم نتواجد عند البطل محمد، أخنا عن جمعية القدس الذي احتل الرتبة الأولى سيدي يحيى وكذلك الرتبة الخامسة والعاشرة. هذا البطل برهن قوته وكذلك في محطة الرماني الرتبة الثالثة داخل الجمعية. أما بالنسبة لسيدي يحيى فاحتل الرتبة بعد الرتبة الأولى داخل اتحاد فاس، فانتظرونا بعد قليل نتعرف عنه عن قرب. عدنا اليكم مشاهدين قناة حمامتي عند السيد محمد اخنا، مرحبا بك سي محمد. السلام عليكم سي الرئيس. شي كلمة بحق قناة حمامتي والمشاهدين. أول حاجة تنشكر قناة حمامتي تي في على التقدم اللي الحمد لله جاو لعندنا، تنرحب بهم وتحياتي للمنخرطين والجمعيات كاملين والأعضاء المكتب كامل إن شاء الله. سي محمد، يمكن تحدثنا على بداية المشوار ديالك داخل هذه الهواية، يعني السنة اللي بديتي فيها وشنو هما الإنجازات اللي حققتي؟ أول سنة التحقت بجمعية القرويين في 2012، ما حققش معهم إنجازات، ثم كنت نصرفت على الولاعب واحد سنتين تقريبا، والتحقت بالجمعية ديال فاس السايس أول عام في 2015، حققت معهم نتائج في اول في محطه ديال ستات دوزيام، وفي سميتو في اتحاد 23. وهاد الانجازات اللي حققتي في هذاك السنه ديال 2016 واش سلاله معروفه او سلاله مجهوله؟ لا سلاله معروفه تبارك الله. ديال من؟ سلاله ديال المهدي فرحي. المهدي فرحي، يعني الذكر وانت عطاو هذا، ولا الذكر من سلاله والانثى من سلاله واحده اخرى؟ لا الذكر من سلاله وانت من سلاله واحده اخرى. النتوى ديال فرحي؟ لا الذكر ديال فرحي والنتوى ديالي. النتوى ديالي يعني واش معروفه او لا؟ النتوى معروفه، تذكر معروف. يعني شكون مول النتوى؟ مول النتوى هو ديال توفيق السعدي. توفيق السعدي. وخديت لهم الدبلوم الرتبه الثانيه في محطه 16 جمعيه فاس، ورتبه 23 في اتحاد فاس. نعم. ومن ثم شمن الانجازات اللي عاودت خدمتي بها؟ في العام الثاني عاوتاني 2017 كنت حققت الدبلوم في نيت في 16 عاوتاني، جيت تام مرتبه تامه. نفس الحمامه او نفس لا نفس ماشي نفس الحمامه بالنسبه للمولع، المولع هو هو نفس يعني السلاله ديال السلاله ديال المهدي فرحي. المهدي فرحي بالنسبه للذكر ديالو. ومن ثم يعني في 2018 التحقت عاوتاني بالجمعيه ديال سميتو ديال القدس. 2018 لعبتي في الجمعيه ديال فاس السايس، ومن بعد التحقت العام 2019 التحقت بجمعيه القدس. يعني هذا العام هذه السنه هذه التحقتي بجمعيه القدس. ديال القدس. نعم. وشنو يعني الرتبه اللي احتليتي في هذه الجمعيه هذه؟ ديال القدس. ديال القدس. اول رتبه في سيدي يحيى حققت نتائج مزيانه الحمد لله. في سيدي يحيى حققت بروميان في سيدي يحيى وسانكيام في سيدي يحيى. نعم. وبالنسبه للمطلق الثاني ديال الرماني حققت تروازيام كاتريام عاشر. وهاد السلاله هذه اللي كتعطيك هذا الانجاز، وهي السلاله اللي خدمتي بها العام الاول ديالك 2016 او كاين سلاله واحده اخرى؟ لا كاين اختلاف، كاين سلاله واحده اخرى جديده ان شاء الله هذا العام. من عند من خدمتيها؟ تاهي النيس من عند المهدي تبارك الله، وتنحيي هذا المنبر وهو توفيق السعدي. اذا الحمد لله. نعم. اي اخي كاين الدم ديال جانسن والفالول وكوبمان وبيتر فان ميرو. هادو بالنسبه للذكر والنتوى ولا كاين اختلاف؟ لا الذكر والنتوى، الذكر جانسن ونتوى الفالوله وليو هيرمانس
مع بيتر فان مير نتوما. وسميتو بالنسبه لهاد يعني هاد الحمامات اللي عندك اللي حققتي بهم هاد الانجاز هذا، واش شنابر او كبار؟ لا شنابر، كامل ولاد العام. كامل ولاد العام؟ كامل ولاد العام. الله يسخر. الان كنتواجدوا داخل اللوبت ديال السي محمد العقاب اللي عطينا التعريف عن الحمامات عن قرب ان شاء الله. سي محمد اخانا، بالنسبه للحمامه اللي ضربت كولومبيا في جمعيه القدس سيدي يحيى. بسم الله. هي اول حمامه مرتبه ديال سيدي يحيى بالنسبه للاولى. يمكن لك تحدث حاليا، تقرب الصوره للمشاهد عن الحمامه، يعني السلاله ديالها لمن كتنتمي والذمومة اللي فيها. هذا التركه هذا ينتمي للسلاله ديال جانسن الاولى. بالنسبة منين اختلفت في هذه السلالات؟ تحية من هذا المنبر السي محمد مهدي فرحي، وكذلك السي سعدي من هذا المنبر ديال قناة حمام كي تي في. الحمد لله الحمام ديال مدينة فاس كيصبر على القوة وكيوجد وكيثبت راسو بقوة عند الموالع داخل المدينة إن شاء الله. وهذا اللي كنتمناو من الموالع ان شاء الله يقتنيوا الحمام من مدينه فاس. شنو يمكن لك تقول لنا على يعني على الحمام داخل المدينه باكملها يعني مدينه فاس، كيفاش كتشوف الولاعه فيها وكيفاش باغي تشوفها مستقبلا؟ الحمد لله الولاعه فاس مزيانه، وهذا الحمد لله تزيد تقدم على السنتين الماضيتين. ان شاء الله القدام غادي يكون خير ان شاء الله بزاف ان شاء الله. وهذا الكراده والرتبه الخامسه في جمعيه القدس هو نفس السلاله اللي تكلم عليها محمد اخانا، ومن الام وحده، يعني الاب مغير ولكن الام كتلقى الام واحده. يعني الكتبي الحمد لله السلاله ديال المهدي فرحي، يعني ثبت الوجود ديالها في جمعيه القدس. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان السي محمد اخانا يستمر في العطاء ديالو في الانجازات ديالو داخل جمعيه القدس. كما يخفى عليكم انه احتل المرتبه الثالثه في الرماني، وربما الرتبه التاسعه او العاشره في القاره. وبالنسبه لسيدي يحيى احتل بعد الرتبات من ضمن الرتب الاولى داخل اتحاد فاس، لم يحدد حاليا ولكن من الاوائل ان شاء الله. السي محمد اخنا ان شاء الله احتل، ساذكر نفسي واذكركم، احتل الرتبه الاولى في الصرف جمعيه القدس. فتحيه تقديريه لهذا البطل الواعد عن الجمعيه، وتبارك الله عليكم.